إلى الصيف. الآن في حادث وقع بالمدينة، نشب حريق في الساعات الأولى من صباحة اليوم في حافلة لنقل المسافرين على مستوى طريق السير شرق غرب بمحور العلمة في الصيف، بعدما كانت متجهة هذه الحافلة من الجزائر العاصمة نحو عنابة. المسافرون إذن فروا من ألسنة النيران التي حاصرتهم. التغطية لفارس شايب. حرمتنا في الكار تحرقت، كار امورها تعبه شوي، كار معناها مش في امبونيتا، تحرقت في نص الطريق لحظه ولا الحمد لله على السلامه وكهو، وباجاج الناس كله راح، ما كانش باجاج يذلني الوحيد، انا طلعت ساكتي. شفنا باجاجنا ملايين شرينا كطوات لولادنا، ما يعيب عليه السيد هذا اللي بعثنا، بون الباجاج والفلوس ما يهمناش فيه، الحمد لله على سلامتنا، حتى واحد ما تنظر، اما تنظرنا كمام الخلعه الفجعه، المراه ثلاثه صغار، لو كان ما هزيت لهاش بنتها، راهي رمات روحها مسكينه طفله ما فهمت حتى شيء. ديستيناسيون الجي عنابه، وصلنا لليشير. وصلنا اليشير شمو فرحة تاع البنو، هبط ديبانا بريكولا بريكولاج، ومن بعد زدنا والديمارة، وصلنا هنا شعلت النار، نشوف في غير حل الباب وقال لي شعلت النار، اهبطوا جريوا، باقا تاعنا راح، كلش راح. كان هناك 51 مسافر جلهم غير مصابين، والحمد لله قمنا بإجنائهم حينا، ومن ثم قمنا بمباشرة عملية الإطفاء أين قمنا حيث تحكمنا فيه ولله الحمد.